صافي صافي خذ وخمس داح لازم يجي محمد يصرخ ما جايب لا تنفعك وتهميم وترفض لا جايب ولا تعدو الحقيقه سفلها ارددها ما عشت لست املها مريضنا علينا في القجامه ولها خمائل من غرسه الزنان يطلها جمان لسان بالثناء مطمخ هو القول بالحق الذي ليس ينكر وما لا عصام وما لا عسام واصفه المرء وقد رسل الله اسلم على اكبر خليل حبيب في البلاء مطهر جليل ما يكون في السبع فاخرنا به حقا على كل أمة وظلنا به في نعمة أي نعمة مرابة إحسان ومطلع رحمة خزانة إلام ومعدن حكمة وبحر بالهداية فبيع نرى والكون بالخوف يعهد إلى الله يصعب الجميع ويحفظ أتعرفه يا كان نبي محمد صلى الله عليه وسلم خطيب لرسل الله بالحسن سيده تتر به الدنيا وأخرى وسام مضاء ليس شيء يرده وشخص بهاء كل قلب يوده وبحر عطاء ليس للبحر مده خطم بحر الغيب دفا تمده يطهر أدنى سائر القلوب وينطهر حلل الله الغنائم وحده وخيره فاختار ان كان عبده وبالجند من اهل السماء امده ختم نظام لا نبوة بعده بسرعته كل الشرع أصاب به الله المرمي إرما مشى به أن يحمي الحق وجاء آخرا سابق من تقدم أخي خلت من أن تهدي القلوب من العمى ومهلته أدى وعلى وأشفق فضائله أنداء وقعا من الندى لوابله مشحوذة لمن اعتدى شمائله محسولة لمن استدى خلائق ولوية البس والندى فما شبه إلا وهو يسري ويصيب فيه يصبت ويوصي الوصوف منه حبة فلله من هو السماء علبة خصب بناء الجود والأرض جذبة ركاب الأمان في ذراه فما نب بالإحسان أكرم مذهبي ما عم به ما بين شرق ومغرب فلله سيف من نداه كالصجب خصب بناء الجود لا كف مطربي ترد ولا وجه احتجاجي قريب المدى للناظرين بعده شريب نمته للعلاء جدود وحيد وعلاب السماء جنود خميص واملاك البلاد يعبد واغطار بالذور منه تدوخ مكارم واخلاق تملك سرها ففرق اعجاب النفوس وزرها وان قصد الاخرى صوب نحوها خطى خطوه لم يبلغ الخلق شواها فنحن بياتنا البرجه نبلغ فلله عبد من روحه طاعه اوامر مولاه لديه مطاع ستبدي مزاياه العرجة ساعة خفيته عند الإله شفاعة لأمته وجاءه ابنه ويفسد أجل الورى من فات من ومن بقي وفي كريم لا يخص جدير بصدق الحب من كل متقي خليق بكل المدح من كل منطقي رسول بمسعود الدرم والرب أعطت الأيام وأسلس بقوتي وأذعنت الأوزان بعد تراب فكم مرشد بذكري ومرددي خبت نار إبليس بنور محمد صلى الله عليه وسلم فأهل على أعقابه وهو يصرخ أوبحت له الأرزاق في ظل رمحه فنادى أبو سفيان منه بالصوت قالت بنصر الله ثم بفتحه خفى بشوال الشرك تشا بالصبح وهم مطرا بكفه تشتاق لنا فتدلح وتنوم مرة وقد قال قوم عاين الله جرى ولا أروف والحب والخد ذرة خصائص فتات ترعة كثرة ولو أن من في الأرض يملي وينسى فمن مثله في العالمين جلالة هو اللب وعد المنع عداه نقال حالت له العداة ربطا حالة خروق كأمثال النجوم دلالة تناقل آسف ثقة وشقاء فما كل أدواء القلوب بطبه فرد إلى التنزيل وإذ بان لي مقداره عند ربي خدمت على قلبي بطبيع حبه فأنا بميل قلبي وأسمعه جليل ناس مصطفى من الجليل أتاهم بغم واقع فلما بدا لي أنه أصل فضل خصصت بمدح السيد الناس بدهم ما ساروا عزي يوم القيامة تغيب فلا قلب من يسلو وقلبي ما
سلام كل شيء ما خلا به خلا يعز علينا النقمة ترحل خبا والمطايا نحوى وتسم الفلا ولسلا إلا الحقيقة منوى على كل صب أن يموت بوجده نزوعا إلى قبر الرسول صلى الله عليه وسلم ذات الليالي بالتوائد بعثي خبط زماني والمكان ببعثي يوم يعرف به صلاة وتسليم على قبر أحمد صلاة وقبر أبي بكر وقبر